متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نرجعوا للقنطرة تاع الشارع محمد السادس اللي تم الافتتاح ديالها مؤخرا. واش هذه القنطرة هذه غتحل مشكل الاكتظاظ على مستوى مدينة الدار البيضاء؟ واش مشاريع تاع احداث القناطر على مستوى المدينة غيحل المشكل تاع السير والجولان؟ واش يعني ضروري الاهتمام بهذا احداث القناطر عوض يعني الكباب على المشاكل الحقيقية تاع السير والجولان مدينة الدار البيضاء؟ من اجل مناقشة هذه القضايا هذه نستضيف السي محمد نقوط، مهندس قناطر مدينة الدار البيضاء. السي محمد مرحبا بك. مرحبا، شكرا على السي خلافة، ورمضان مبارك سعيد لكم ولجميع المسلمين. شكرا السي نقوط. مؤخرا تفتح ديك القنطرة تاع شارع محمد السادس في مقاطعة سبيسة، بالنسبة لك انت واش هذه القنطرة هذه غتحل مشكل الاكتظاظ اللي تتعرفوا هذه المقاطعة إلى جانب مقاطعة بلمسيك وأيضا عين الشوق، بما أن القنطرة جات في منطقة محادية ما بين هذه المقاطعات هذه؟ إيه، هذا هو يعني المنشود من هذه القنطرة الكبيرة. لاحظنا أنه كان افتتاح قبل أيام ديال القنطرة، وكان شيء جميل أننا حضرنا الافتتاح. غير هو كيتلاحظ بأنه يعني لازالت بعض الأشغال. إحنا نتكلموا دابا غير على الطرق بالنسبة للسيارات، يعني تنتكلموا على الممر التحتي ماشي الفوقي. الفوقي لا دابا مزيان، السيارات غاديين، ومازال غنرجعوا لهذا سميتو الموضوع ديال القنطرة. يعني لاحظناها في واحد المنظومة ديال السير، يعني ديال على مستوى عملية بمسيك ولا حتى محاله مع عملية عين الشق. لان تكلمتي على القنطرة واش غتحل المشاكل، يمكن غادي تحل المشاكل، ولكن ماشي في هاد لافاز هذه دابا. يمكن من بعد، يعني دابا مشينا دابا سير بلاص كيبان لك بان باقي المشاكل في سميتو. يمكن سي نورمال، هي مساله عاديه، لان الاشغال باقي ما كتبلاتش. غير هو خص تكون واحد الدراسه ديال السيوله ديال السير في تحت القنطرة. تكون بواحد الطريقه ذكيه. لا دوك اللي قلت لك دابا تحت القنطرة، تيقول لك المشروع تاع التراموي ومشروع تاع الحافله ديال الجوده العاليه باقي ما كملش، يعني غادي يبقى شويه تما كاين شويه المشاكل على مستوى حركه السير والجوله. احنا المشروع دابا كما لاحظنا كلف واحد السنه وبعد اكثر تقريبا السنة 2021 نوفمبر 2021 فوالا. يمكن 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 دابا الا صبرنا شي شويه. حنا ما عرفناش دابا، ما كنعرفوش يعني هذيك الكونسيبسيون، هذيك الكونسيبسيون ديال اشنو غادي يكون هذوك الممرات التحتيين كيفاش غادي يكونوا. الا بدات الكونسيبسيون بواحد الطريقه ذكيه، راه غتكون واحد المروره واحد ديال الجولان، ويعني واحد انسيابيه في حركه السير. وهذا ما نتمناو. باش نرجع لك الموضوع ديال واش غادي يحل هذا الاشكال ديال السير على مستوى عمليه مقاطعه بمسيك وسباته اللي حنا كنتواجدوا فيها، والعمليه المحاديه اللي عملت عين الشق، وبيان سور الناس اللي كيستعملوا طريق محمد السادس باش يتوجهوا للمدينه ويتوجهوا لاقاليم اخرى مجاوره. خاصه هذا المدخل هو المدخل الرئيسي من الدار البيضاء، لان هو اللي بغيتي تقول الطريق القديمه تاع برشيد سطات مراكش وداك الشيء. هي تماما، ولكن باش نقولوا المدخل ديال الدار البيضاء خصو يكون كيليق باسم الدار البيضاء كمتروبول كبير في المغرب. باش نقولوا المدخل هو هذه القنطره، غير باش توضيح، هذه القنطره ماشي هي المدخل ديال الدار البيضاء. المدخل ديال هذه القنطره كتبدا غير من حديقه الصنداي وكتهبط للدار التوزاني. اما المدخل ديال الدار البيضاء راه هو من الفوق من لوطوروت. دابا انت غتجي واحد النقطه اخرى، هو ان ذاك المدخل تاع الدار البيضاء اللي درت عليه يعني جاي من لوطوروت، يعني من مديونه، الوضعيه ديالو كارثيه جدا. كثرت الحفاري وكثرت المشاكل تما كاين. جد كارثي على مستوى مثلا على مستوى طريق السيار. يعني مستوى غير تدخل من طريق السيار داخل السيارة. شو ما اللي كيأدي للرباط ولا اللي كيأدي الجديدة ولا مراكش، كتلقى واحد الكارفور واحد الرومبوان كله حفاري، وكتمشي بالحفاري حتى المحادثة مع القنطرة. اذا دابا ولكن هذه شكون مسؤوليه شكون هذه؟ هذه مسؤوليه التنسيق ما بين مجلس الجهه والمدينه. لان يعني ما نقدرش نجزم ونقول لك راه ما كاينش شي حاجه مستقبليه. انا كنسمع لا تنهضروا على الواقع الحال دابا، الواقع الحال في الحال. لان حبذا لو كل شيء الامور جات في وقت واحد. يعني تم الاصلاح داك الشارع داك المدخل وجمع القنطره. لان هذاك الفري لا رونتري برينسيبال ديال الدار البيضاء هي هذيك، مالك حنا دخلنا سبته ودخلنا للدار البيضاء عاد كنطيحوا في القنطره.
من المدخل وتا الطريق تا الطريق تاع مديونه اللي تمشي مديونه حتى هي راه ماشي يعني الوضع ديالها مأساوي جدا وكارثي. مشيتي تنفوتوا كاع لطرود نفوتوا لطرود مشيتي بنفس المشاكل ديال الحفاري وديال يعني ديال الطريق متهالكه وحتى حتى المديونه حتى المديونه. وكنتمنوا كنتمنوا حنا ما كاين كيما شرنا ليه سابقا كيبقى هذا المشكل مع الاسف ديال التواصل التواصل والتنسيق ما بين الجهات التواصل سيرتو حنا كيهمنا حنا كالقبعه السياسيه حنا كنمثلوا مواطنين على مستوى بمسيك يعني حتى نعرفوا المعلومه حتى الوقت ما تيتمش سيرتو انك يعني عندك قبعه سياسيه وقبعه تقنيه انا كمهندس قناطر ما تيتمش التشاور ديالكم بحال هذه المسائل. لا بتاتا بتاتا حنا جينا حضرنا بحالنا بحال اي بحال جميع الناس المواطنين اللي حضروا والناس المدعوين وعرفنا تما ونا كونستاتي عرفنا بانه راه القنطره دارت فيها 13 شهر وراه اش دار فيها واش دار فيها وسمعنا بعد التوضيحات ديال بعض المسؤولين الوغ كو لا اسمح لي يعني هاد كان انسيستي على هاد البوان الوغ كو حنا كان خصنا على الاقل حنا كمنتخبون كان خصنا نكونوا عارفين التفاصيل ونعرفوا الديتاي عارفوا حنا ودير علاش بوركو وخاصه المشروع تيتعلق بواحد المنطقه اللي نتوما تتمثلوها سياسيا اي بوركو با ما يديش واحد الكتيب كتيب يكون واحد الكتيب في واحد 20 ورقه ولا هذا وبلا بلون بلا كروكي وبلا كذا وكذا وكذا راه زعما ماشي سر من اسرار الدوله هذا راه مشروع وصل للدار البيضاء اللي تعطاتنا في الاول وقلنا هذا وحتى حنا عاوتاني نقول للمواطن غتسمحوا لينا راه غادي يكون واحد واحد العام غادي يدوز شويه قاصح من اونيفو دو سيركيلاسيون ومره مره نتافيزو بار دي اس ام اس ولا بار سميتو حنا عاوتاني سميتو على تغيير المسار كما ذكرنا في الحلقه ونقولوا لا راه غادي يدوز سميتو ماشي الحشومه اللي انت تصبح الصباح ولقاها هذه مسدوده ودوز هذه القمصده دابا هي القطره دارت انت دابا كنشكروك كصحافي نبتي واحد المساله جد 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 مهمه هو القنطره ومن بعد القنطره غنبقاو غادي ندير مليونه في الحفاري لا ما كنقولوش غادي نديروا كل شيء في دقه واحده ولكن غير باش نقولوا مدخل ديال الدار البيضاء لا خاص يكون مشروع واحد نورمال خاص يكون مشروع واحد شتي زعما تبارك الله جميع المدن بدون استثناء المداخل ديالهم مزيانه المداخل ديالهم مزيانه دابا في الرباط واخا 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 نمشيو لموضوع اخر هو واش هذه القناطه دابا دارت قنطره تاع الجسر تاع محمد الشارع محمد السادس كانت قنطره تاع سيدي معروف الدار البيضاء غادي في هذا الاتجاه تاع بناء القناطر بالنسبه لك واش الخطه تاع بناء القطر تحل المشكل تاع الاكسيدات على مستوى مدينه الدار البيضاء دابا سي مستا قناه الرادا غير حل من بين بزاف الحلول اللي خصهم يكون ماشي حل يعني قناه اللي تيمشيو معاه مسائل اخرى اللي تيخفوا الضغط ديال السيركيلاسيون كاين بعدا اول حاجه يعني خصنا اعاده النظر في القدره التعبيه ديال الطرق لكن الطرق اللي تبنات في الثمانينات وهذا وباقي كدوز دابا واش لو ترافيك يعني هذيك عدد السيارات اللي كدوز في الساعه نومبر دو فيكول بارور اللي كان في الثمانينات هو اللي كاين دابا لا اكثر كيقدر يكون تضرب في 21 30 ولا 100 بور نو با اكزاجيري لان شحال راك عارف ما كانوش السيارات بزاف راك تلقى وكان تاع عدد السكان ماشي بحال دابا ولكن واخا هكاك كتلقى زعما الزنقه كلها كتلقى فيها واحد اللي عنده طوموبيل جوج دابا كتلقى ماشي دار بارك ما فيها ثلاثه طوموبيلات يعني راه فهمتي يعني اعاده النظر اعاده النظر في التصميم ديال الطرقات واش غادي واش خصها توسع الى اللي خصو يتوسع يتوسع دار طرقات اخرى يعني كاين مشروع كبير مش كاينش على القناطر القناطر غير دي باساج اوبليجي ملي كيكون نورمالمون ملي تيكون واحد ملي تيكون واحد الممر تحتي فيه حنا في زون اوربان تيكون سميتو تقدروا نديروا قنطره باش نخليو الناس تدوز من تحت والناس تدوز فوق ونربحوا شويه اللي سميتو والقناطر برانسيبال مور كيديروا في لي باساج اللي ممكن سميتو بحال برا على المدن كيكونوا في الويدان غالبا كيكونوا في الويدان يعني فهمتي ولكن اعاده النظر في بشكل حتى المشكل تاع لي باركينغ ما كاينش في كازا بزاف لي باركينغ المشكل الباركينغ بامكانه هو هذا يحل واحد 10 ولا 20% ديال المشكل ديال السيركيلاسيون علاش؟ لان كتجي دابا كتلقى مثلا سيرتو هنا في هذا الجويه ديال السونتر فيل وهذا المعارف والسونتر فيل المعارف والسونتر فيل تتلقى دابا مثلا واحد غادي لواحد واحد ديستيناسيون فينال مثلا هو حنا وصلنا هنا ولكن هو باقي غادي وما غيحبش ولكن كي هنا كيوقع بوشو هنا كيتبلوكا علاش؟ لان كيلقى واحد الناس سوا واقفين اون دوزيام ولا تروازيام بوزيسيون كيتسناو وليداتهم المدرسه ولا شي حاجه اولا كتلقى شي واحد كيقلب على بلاصه وهذاك اللي كيقلب على بلاصه كيبقى يدور 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 ملي كيبقى يدور 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 الاخر اللي جاي يعني كيكون واحد كتكري واحد البوشون لان الاخر ما لقيتش في ستاسيون
يعني تما تتكثر تتكثر حركه الجولان غير ماشي حيت الجولان غير باش الانسان يقلب على بلاصه يقلب على بلاصه. مثلا دابا مثلا الحمد لله كنشوفوا مثلا كاين بعض لي باركينغ اللي يقولوا مزيانين ولكن كاين ولكن الا شدينا مثلا الا قلبنا احنا قلنا غادي نشوفوا واحد لوطو واحد واحد المعامل ديال لي باركينغ بارابور بارابور المساحه فالقاو ضربنا من ضعف المدن اللي في هذا الباركينغ. مثلا الا مشينا للرباط المساحه ديال 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 الرباط مدينه الرباط اصغر بكثير المساحه ديال الضربده ولكن عدد الباركينغ اكثر 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 يعني هذا راه وبالنسبه لك ما تشوفش بان هما ما تقولك السلطات العموميه ولا اللي تدافعوا على النقل الجماعي الترامواي الحافلات ذات الجوده العاليه تقولوا بان مع هذه الخطوط مع هذه غادي المشكل تاع الاكتظاظ غادي ينقص واش بصح ولا ماشي بصح واش هذه واش المراهنه حقيقيه ولا لا دابا علاش لان الناس يولوا يحطوا الطوموبيلات ديالهم ويركبوا في هذه الوسائل هذه دابا السوسه دابا حنا ملي كنهضروا دابا على على الترامواي ولا الباسواي راه كنهضروا على واحد الشق راه شق واحد اللي كنهضروا عليه راه ماشي زعما الترامواي الباسواي راه ماشي واحد العاصه السحريه تحل كل شيء كنهضروا على واحد الشق ديال واحد الفئه ديال واحد الناس اللي غادي يقدروا غادي يمشيو وفينا هما الناس مثلا اللي جايين الناس اللي ما اللي خصو ضروري يركب في الطوموبيله ديالو ما يمكنش يحطو ليه لسبب او اخر الناس اللي ما تيدوش من حدا اصلا المشروع ما تيدوش من الدار البيضاء توسعات بواحد الطريقه خياليه الناس اللي ماشيين من الدار البيضاء كاش هو غادي يجي ويحط طوموبيلته ولا باش يركب في الترامواي يعني التوسعه ديال الطرق التوسعه ديال الطرق وعلى النظر في الطرق والتصميم ديال الطرق وهذا بغض النظر على الترامواي ولا الباسواي يعني شي انتما انتما دابا في الكاسكيت ديال عندك السياسي اللي هو انت مستشار في مقاطعه بمسك في مدينه الدار البيضاء بالنسبه لكم انتما داخل المقاطعه تناقشوا هذا الشيء ولا ما تناقشوش حيت حتى مقاطعه بمسك ولا هي تتعرف هذا المشكل تاع الحركه السير لا حركه مقاطعه بمسك راه من اهم المقاطعات مع الاسف متضرر حركه حركه لان حركه السير لان دابا حنا عندنا مثلا في بمسك عندنا دابا يمكن نستعمل بعض الاحياء المشاهدين راه تيعرفوهم خصوصا الناس اللي كيسكنوا في المنطقه ما تنقولوا المسعوديه وتنقولوا جميله واحد وتنقولوا جميله الثانيه وتنقولوا كاع الاحياء اللي تحت مثلا الاتصال بحال غادي بحال غادي الحي الافريقيه الوحده الافريقيه مثلا هادو كلهم مضرين لان الزنقه كانوا كيلعبوا فيها الوليدات الصغار ما كان مولفه ب 20 ولا 30 طوموبيل كدوز في النهار دابا كدوز فوق وسط من 600 طوموبيل وزيد والطاكسيات وزيد اكثر من هذا كاين بعض المرات كاع دي بوالور كيدوزو وسط الزناقي علاش؟ لان تا هما مساكن ما عندهمش خيار كيتبعوا تا هما غير هذاك الديفياسيون حنا رجعنا للمشكل ديال البلان ديفياسيون ما معطيهمش البلان ديفياسيون ما جايش الناس قال لهم ها منين دوزو في شكون الاشجار اذا تيبقاو يقلبوا على اقرب مسار اقرب مسار تيطيحوا في زناقي صغار تيطيحوا في واحد الناس واحد فئه ديال الناس الوليدات صغار ولا عائلات كبار ما مولفينش بهذاك الترافيك كامل في هذاك النهار توقعوا مشاكل وقعوا حوادث لو كنتوما شي تناقشوا نتوما شي داخل المقاطعه ولا ما تتناقشوش هادشي مؤخرا كنا نشرنا واحد مع الاسف واحد الشكل كاريكاتوري هو راه واقعي ولكن كاريكاتوري واحد الشاحنه اللي غرقت في واحد الحفره تما في المسعوديه يعني كنشيروا هادشي حنا بعدا كنمثلوا معارضه في مقاطعه بمسيك حنا مع كامل الاسف ما الاذن الصاغيه ما كايناش وصلنا لما هو اكثر من هادشي والاذن الصاغيه ما كايناش وكاين استعمال الوقت ديال دقيقه ولا دقيقه ونص ما عندكمش الفرصه باش تطرحوا المشاكل طرح جميع المشاكل وصلنا لها وقلنا ودي هاد الدقيقه ولا دقيقه ونص يعني واش زعما ما تكونش فضاء باش تعبروا على الراي ديالكم زعما واش حنا عندنا شي حاجه اهم من الاهتمامات ديال البيضاويين وديال الناس ديال سباته وديال البيضاويين عندنا شي حاجه حنا اهم من هادشي اللي نحصروا ونضغطوا ونديروا ساعه ونديروا دقيقه ونص او حتى جوج دقائق يعني عندنا دوره في 3 شهور ولا 4 شهور بارفوار تتكلم دقيقه ونص هذوك حنا هذوك يعني على التفعيل حنا كاين بعض الرؤساء تيتجاوزوا شويه المرونه تتكون شويه المرونه تيتجاوزوا ماشي يشوف مثلا الامور غادي تمشي في صالح المواطن بعض الرؤساء مشكورين كيشوف يقدر يخليك تتكلم حتى الساعه ما كاينش مشكل وتجذب ما
مع الاسف حنا كنشوفوا فضاءات اخرين وحنا كنشكركم نتوما كصحافه. الله يبارك فيك. بالنسبه لك دابا كمهندس شنو الحل باش نخرجوا من الاشكاليه على الاكتظاظ على مستوى شوارع الدار البيضاء، خاصه هذا المشكل تاع الاكتظاظ يعني تيوصل لواحد المدى كبير خلال هذا الشهر تاع الصيام. انا تنشوفوا واحد الحالات خاصه قبل الافطار، موعد الافطار. كيفاش نخرجوا من المشكل تاع الاكتظاظ في الدار البيضاء؟ علاش ما قدرناش نوصلوا لواحد الحل لهذا المشكل؟ لا ما خرجناش من هذا المشكل لانه النظره الشموليه ما كايناش، وتوالي المجالس وتوالي السياسات راه هي اللي كتادي لهذا الشيء. وشويه كنبعدوا الناس ديال ذوي الاختصاص التقنيين، راه مثلا تنقول ذوي الاختصاص التقني اللي عندهم رؤيه، ما تهضرش على ذاك السيد ان اكزيكيتون ان انجينير ولا ان شاف شونتي اللي كيجي دبان وكيبني، لا راه كنهضروا على واحد الناس عندهم افكار وكنهضروا على واحد الدار البيضاء كيفاش غادي نجيبوا يعني عمليات كثيره في نفس الوقت. انا دابا بنيت قنطره، انت مشكور طرحتي المشكل ديال الحفار، غيطرحوا مشاكل ديال الممر التحتي، المشكل ديال الطرق اللي باقا في السونتر فيل، ميم سونتر فيل ميم في دي كارتي اخرين بحال الشغل القديم وبحال كاين كاين طرقات ما كتستحملش الطاقه الاستيعابيه ديال هذا، يعني خص واحد استراتيجيه كبيره وتشاف من الفوق ويكونوا فيها الناس ديال الاختصاصات ويحاولوا يخرجوا بواحد المخطط ديال 10 سنين ولا ديال هذا باش يحلوا هذا المشكل. كاين مخطط تاع التنقلات الحضاريه؟ ماشي لا، ولكن تفيد فينا هو كاين شي حاجه كتكومونيكا، شي حاجه كتخرج، شي حاجه كتجينا حنا بعد على الاقل حنا كمستشارين كتجينا شي حاجه وباش نتبعوا ولا نعرفوا. ماشي حيت دار تراموي مثلا، الا دار تراموي في تركيا ولا في شي مدينه اخرى ولا في البرتغال ولا في اسبانيا وحل واحد المشكل، هذاك راه غير جزء من الحل، راه ماشي هو الحل. تراموي راه جزء من الحل، ولا المترو، فهمتيني، ولا الباسواي. انا بالنسبه لي مثلا شخصيا ما سميتو كنتحمل مسؤوليتي، هنا بالنسبه لي الجدوى ديال الباسواي دابا في الدار البيضاء ما عنديش انا. انا ما نقدرش نقنع شي واحد بالجدوى، يعني عندي مواطن يقول لي شنو الجدوى ديال الباسواي دابا تراموي اوكي، ما يقول لي الباسواي. شكرا استاذ، شكرا سي محمد نقول شكرا جزيلا على قبول الدعوه، ومره اخرى يعني شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي انفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه وفي حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.